قال لك in Morocco we don't say will you marry me, in Morocco we say اليوم راني طالع بيديك يا زيد جبنات قلبي يبغيك انت يا الروح والذات شكون اللي نساك نسيتي كل اللي فات عمري ما ظنيت الدنيا تلعب لعبات قولي الله قولي الله كنت بديدي وخليتك تطيري صافي سكس سكس راك صدعتي لودني ودني كتسيل بالدم او نيلا بور فير لي فيتيز واش الدراري السلام عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير انتم كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في نهار جديد انا نجي جديده ورياكسيون جديده احسن رياكسيون في مجرد درب التبانه ضرب شوش حلقه 14 جينا نكملوا معكم هذه السلسله العجيبه الغريبه اش كتقولوا ما عجبكش الحال شويه وصافي شويه وصافي راضي راضي على راضي على النتائج اللي وصلنا لهم واحد كون قال لي نتوما بنتو على حقيقتكم ما بكمش الاستمتاع بكم ليفي وصباح الخير اخويا اخويا علاش ندير انا يوتيوب صباح الخير اخويا راه فوق مشى للتيك توك على حساب ليفي هما اليوتيوب اخي ليفي سير سير اخي ليفي حنا بالسمسعين ولكن ضروري ليفي الانسان ليفي شويه هو المراه تاع اعماله فري وانت لازم تكون عندك قوه الشخصيه هادو اللي كيخرجوا علينا كيطلع لي واحد خونا مغربي نوض صلي هذاك مكناسي كدير العرس السريه نزايا نوض صلي بطل من داك الفراش نوض من داك العكز عاد كيطلع لي فراش ما خدامش هكا كنبقى نصيفطو له بطل نوض تخدم واش تبقى غير جالس كيعصبو ما طبقش امر على خاطر المعلم تاعك طلبو منك لازم انت تكون مقتنع به اولا باش يجري على امك من الخدمه لازم حقك ترفض باش جي هذا باش الناس انه عندك رأي هذه مازال صغيره وحتى واحد ما يقدر يستعملك كيما يحب كاينه انت اللي تقرر هاد الهضره اللي كتخرج على عيطك اللي بغى يولي بيطاليا ولا غاس يولي بيطاليا ملي تسي كاينه ثم ساكينة في نفس الكاين لا كاينة ساكينة عندنا لا ساكينة ما عندناش حنا بزاف قليلة ما كنسمعش انا كاين ساكينة سكينة طمع. ولكن بلات الفتحة هذيك الأخرى ساكينة وهذه سكينة الياء عندنا هذا النص ساكينة الكتابة شوفها نفس الكتاب وايد فري انا مكلف في اللغة العربية فري سكينة سكينة ضمة ضمة وفتحة على آخر على اخر مرفوعه ب مرفوعه منصوبه مضمومة الاعراب هذاك كنت كتشدني الواليد كتبقى تقول لي اش تعرف عرب هذه اكل الاخر اللي كنت كنطير في الاعراب سنه حلوه سكينه 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 سنه حلوه سكينه استيقظت انا استيقظت سنه حلوه سكينه شكون هو الاسد وانا يعطيكم الصحة هذه سكينة الميلاد. انا قلت نسيتوني ما نساوك سكينة العقوبة المية سنة ان شاء الله بارك العقوبة ما كنحملش هذه الدعوة 70 عام بارك وي راه 65 بارك 70 بارك دوزنا راه دوزنا الكثير بقى لنا القليل لا لا عرسنا انا دوزنا يدينا لاباسنا حنا ساكينة هاد الكادو حطينا كاع شويه 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 واش غنهولك يعطيكم الصحه بشحال من حلقه حنا 14 دابا تشير لا شي بنت ما تقول لي سميتها ما نعرفهاش حتى انا ما كنحفظش السميات كنت تلفون حافظ بالاخص ديال النساء ما عارفش انا عارف غير الكوطه سميت المراه مرت الاخر حافظ حقه حيت ديما زقو زقو هذاك ديما اكلي وكاين اكلي وكاين هذا نسيت الباترون شنو هو الباترون هذاك السميه نسيتها في الشوش لا صاحبي سميتو والله الا تنسيت السميت ومو بشي شكون كركوطه كركوطه زيد زيد التلفون السراد السميات مشاو شحال في عمرك ساكنه جامي قلت لنا يا تيا السؤال المحرج ديال النساء مقفله على 8 ايفون اوه اسم الايفون انفينيكس بزاف عليكم سمارت فون وماشي خساره فيك ساكينه سمارت فون شكلها زينب زينب حيد معايا تعرفي يا واش يا منور ما حطيت حتى ضروري تهضر راك حاب نحرك معاها
اخي كي رحت وتي ما رحت معاكم فري فري مشى معاكم صافي ورا فري راه محسوب مشى دار شي لعبه جاب الكاد صح جيت معنا واحد ايش واخا فلوس عمري ما كسبت تليفون كيما هذا ساهل ساكينه اهلا على المكفات تستعمله وهذه ذاك الخبزه تاع الباتيسري جبتونا نشوفوها ولا ناكلوها هذا حلو راه ما دراري جبت شاف شاف يعطيك الصحه على القاطو اللي درتو لنا راه مي اخي تحبوا كاع الشيكولا بلا عقل كسروا لي الكيسان هاي بسم الله ها قاماتنا هاد لابليكاسيون شابه بزاف تكبر لك عينك تصغر لك نيفك هاك سناب شات سناب شات سناب شات خرج علينا الدراري فين كات خرج علينا في واحد الكمامر كيتشابه وما تفرقش ديال الامارات ديما وجههم ديال الامارات بحال اللوغو ديال الجرين بول ديك النهار دخلت صاحبي تخلعت ما كنترينا بالله الصراحه بريت لا ما خصنيش انا نهضر مع الاقارب نتاعي برك راني قلت لك الاقارب اقارب اللي طلعت لك فيسبوك ماسنجر واتساب ها فايبر وهادي يوتيوب تتفرج كاع الفيديو اللي تبغيها وديري ابوني للتواجي ضروري ابوني للتواجي 300 كان باقي غير نص 50 هيك هيك وشي هذا ريشوف حتى خصنا نوصلوا ل 300 ما كنقولوا واش ديروا ابو ما كيديروهاش كدا ما كنقولوهاش حتى حنايا دايروا ابو اي جاهلين على اليوتيوب اي متزكين اي متطفلين على اليوتيوب واش حنا بصح يوتيوبرز كنديروا انا ماشي يوتيوبرز حنايا حنايا اطاح ماشي عادي ماشي عادي بشعانة ما فهمتش ما كنقولوا ديروا ابوني ما كنديروا سبسكرايب في الانستغرام كنقولوا ديروا غا لايك تلقاو هنايا لايك ما كيديروهاش واخا يلا شوف مشكله مع هاد الناس مشكله صح بس ديجا لحياتك انفيتاسيون رامسي الراجل الزين الراجل الزين وانا وين على بالي يكفي انك تصوبي كونط بسميت بنت غيبداو يلحقوك لي زانفيتاسيون من عند العنابه يطلق لك اطلاقك عندك اطلاق الاخر لك سونت على السميات كنت علي واحد هنا هرب تبلوكيت لك سونت كل سير اخو قلت عليه لك العودات زينب قولي لي واه الراجل زين قطعي لي ليات يا زينب قولي لي واه صرت لها انفيتاسيون البيت خلاص نطلع لك انستغرام عطيها انستغرام انستغرام باش يبقاو يطلعوا لك هذيك حبيباتي جبتكم هذا البرودوي وي درت له شعري ديما كيبقاو يديروا هكا حبيباتي وكبيدات ما تخش الصوره ديال البنت كتبقى كيديروا ديك اللعبه وكيقولوا حبيباتي على الزعبه هذا حبيباتي جبتكم هذا البرودوي فهمتي درت له شعري واو شعري وليت طلعه مهووس مهووس بهذا الشيء ديال المطر ديال الماكياج في الفار هذا التاثير على الماكياج انا حسالي الليل ما تبقاش دير ليك مازال ما رقدتيش درك شويه هكا نرقد مزال عجبني هذاك التطبيق تاع اليوتيوب هايل يوتيوب على زوج ونص مقدرش بزاف ونوض ونخدمو ونقصي نهار كديري هذا الكتاب كتسمع الاخرى سميت هذيك المشهوره عندهم ديال الطبخ ام وليد اه ام وليد خصنا شي سلكات منا ما درناش عليها شي رياكت غنديروا عليها رياكت لا خصنا شي رياكت على ام وليد حيت ديك السميه ديال الماكله ديال الجزائر ماشي طبيعيين نبقاو ساكتين نبقاو ساكتين على هذا الشيء هذا ما يمكنش نبقاو ساكتين ضروري شي فيديو على الماكولات براي كاين انا خلعوني حق تاع ربي تخلع شي حاجه ان شاء الله اليوم غندير راك تحس روحك محقور يا ما قدروش خلصت السبع اللي دبي داخل هادو كيبيعوك العجل اليوم غتخبط غير الاسد من قصرتنا نقول لكم الف سلام هما يطلعوا لها تواش راني نستقبلكم انا والحرفيين انا راني هنا باش نعطيك الطرق كتخزل غير هاد اللي تخلي الناس تعرف قيمتك يجب ان تؤمن بنفسك بقدراتك ليصبح الفيديو اللي كيطلع لك في حدد اللي دارت لها التنويم والمغناطيس ما تعرفش تشد الموس يعطيك الصحه بنتي كملي هكذا غير ضرب يدي اختار شفاك لي صباح الخير جبنا ربي في الوقت الوقت اي قريب 12 ما فهمتش معك فهمت وخرج هكاك بشعر بشعر اصبيطه بيتا مع تليفون باينه انا نسيتي بلي عندنا بديعه وين راهي فرس مع عمار راحوا يقضيو وجد لي تيزانه باه نديها للزهور تاع حسره كل شيء تيزانه عندك اكثر من ساعه ملي ديتها لها وسكتني عليك قلت لها ما بانتش قلت لها ما بانتش انا انت كش ما بنتي ها
ورا ما بنتش هو الحقيقه ما لا لا ما بنتش حيدوا لمواتكم التليفون فري حيدوا الامهات ديالكم لان كيبغيو يبينوا لك التليفون وشنو كيدير خرج على الامه علاش كتبقاو سهرانين بعد التليفون تهضر عليا انا ولا اش لا ما عرفتش بديتكم جنبك واقع حسيتي يعني واخا تقولها عليا ما عادي انت ما والو ما عندك والو بديت نعس بكريبه حنا شي جوج فري كي تكملي ديري لا صلاه الملح 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 واحد الغزال ريت اليوم واحد الغزال ريت اليوم واحد الغزال ريت اليوم يا سما عين عاتبني واحد الغزال ريت اليوم ماشي مع طريقهم يجري في الخلام عزوم سمع العرب جاني واحد كيجي يقول لي كيقول لي لا ماس وديدي دي سراكين سير ترامب كينغسي سير اخويا سير اخويا اللي يرضى بكم انتما وداك الفن اللي كدير سمعت مع الفن حنا من بعد الرياكشن على ترامب كينغ واو واو كلاش ديدي في الخلام عزوم سماوه العرب جاني انزل شي حدا بحال هكا تغني صباح خير لالا حتى الغزال ريت قطعي لنا الفن قطعي لنا راه قطعتي لنا دابا الفن اليوم واحد الغزال ريت اليوم واحد الغزال ريت اليوم فايق 12 عاتبني ساكينه وين كنتي ما فطنتش سمحي لي بزاف طلبتيني لالا اه طلبتك على بالك واش تحوسي لي كنت تخرج الاسد اللي كنت شفت في الماغازين تاع سميره واحد الكراك وحمر عجبني واني حابه نقول هندام يخيط لي واحد كيما هو هندام ما شفتيش واش منشار لا انا ما شفتش بصح ما عندوش بزاف ملي خرج حوسي لي عليه حوس لك درك وين علاش عيط لك لا 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 ماشي انا نقصد على العرضه نتاع اليوم بان بدا نوجد لا لا القاعده هذيك انا خليتها لغدوه ان شاء الله بلو 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 اشغال عملتي مليح واش قلتي عملتي مليح قلت نحوس شي الاسد يبدا يخرج غتصيفطك من الخط تخرج الاسد اللي فيه مليح كحزر لك راك اللحم على اللحم مرض غير كحزر لك اصابع لي واش كحزر رجلنا لابسين الشورطات واللحم على اللحم غير ربي يرحم حز حز عطاني لنا لي سباس خويا حز وقع التحاك كيوقع التحكيك ديال الصغر ديال الشعر عطاني عطاني طربابا كحز 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 سقى الفيديو رجليك مشعارين مشعارين بحال شعراو شاف نعم الضياف راه جايين واش نحطوا لهم افيسال عطاهم الفولاس ساكينة شوفي معاه مانيش قادر انا شوفي ساكينة ما تنسالياش ساكينة هاي دايره كيت ماما راحش تسمعك ساكينة والو ما بقاش باغا تخدم كيفينوك التليفون وشنو كيدير حبست الخدمه لا خرجت على انا لو كندير شي صال هكا مستقبلا ندير شي صال نزيد كنسمع لك دخل نقول له ممنوع التليفون تحط التليفون بس اخويا نصور مع المرايا سير اخويا دبرك راك انا عندي نظام عسكري انا لاطال ديالي غندير فيها داكشي اللي بغيت متفقش معاك ما يجي عندك كيدخل بنادم كيبقاش الناس ما يدريني واش عندي ما عندي ما ندير به ولا يدخلوا غيبقاو الاولاد حاضرين لهم البنات كيجيبوا الدراري لا اخويا ما خصنيش انا ندير انا بحالكم شي صال ميكس لا كلشي المرايات من هنا ومن هنا اللي تصور هكا غتبقى تبان اللعيبه ديالهم الله هي هذيك داكشي اللي باغيين حنا انا ما كاينش شي اللي بغينا حنا تصوري سكينه ما بغاتش ما تخدم الاساده واش كاين يهضروا معاك والو ما نسالي علاه الضيف تاع مدام ليلى زهور فاش نحطوا لهم القهوه في سيرفيس تاع الكريستال مليح نسيت بان ما جايينش مليح ديروا واش حبيتوا سي غادي صافي ضاعت الام ضاعت الاساده ملي جبنا لها هذاك التليفون ولات بيزارتا يا اما بيزارت تخلي روحك دائما صغير وتطبق اوامر الغير هذه كتخرج على هذاك الله الاسد الذي بداخلك افترس قبل ما يفترسوك افترس انت الاسد كوني قويه انت الاسد هذه الفيرسيون الاخرى ديال كوني قويه انت اللي تحتاجين الرجل 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 اللي يحتاجك السلام عليكم اما لا بصحتكم اوه يعطيك الصحه شفاكني شكرا انا لو كان عرفت هكذا لو كان جيت معايا ساندويتش من الكركوطه كرومبيت رجع لعادته القديم رحمه سي لحلو الكرومب فارسي بالكفته
خير من الساندويتش يتبيعو نتا في الكركوطا. وهذا من الجانب الصحي ومن الجانب كلاسي. البني هذا مي باش كاع مع لي ساندويتش كارونطيطا يبيعهم كركوطا. فري بالجانب البني حسن. دمروا غير بصحتكم بصحتكم بصحتكم. دابا خاي الشاف اكلي انت كتعطي مأكولات صحية وبديل فري هنا بديل هو سمين سمين هو بديل دابا داك السمينين كيكونوا حنان لا انا كنعرف تلك عطيو صافي معلومات على الماكلة كاملين كتلقى عندهم الكريشة العياشي دايما نثق بهم العلوشي والعياشي الدكتور العياشي قال لك الدكتور المنتخب هذاك كيعطيهم ياكلوا حتى هو عنده الحرارة لا لا طاقة هما كيضربوا معاك الراو المشاوي وكذا وحنا كيقول كل الفاصوليا على شكل سلطه كل فيتامينات في الله انا جمع كرك انا كل اللي بغيت الخبز والتغماس والبصاره في الصباح البصاره في السكن واللوبيا في الصباح اللوبيا في الصباح عطيني اي حاجه في الصباح سنسان خاص يقولوا انت مع كرك بدسيني خويا كارونتينو بالسمنه كل السردين فين فيتامينات الكروفيد ما فيه زعما كالامار كروفيد ما فيه هاد كليسه كلام بصحتكم بصحتكم كارونتينو بسم بنين ذوقوا رجع لي في الاخبار تحوس مو كرومبيط راكي حابه يكربطني اخرى فيها النعاس كتنعس سكينه انعم لاله بلا ما نعاود لك غدوه مجايين حباباتي ما نحب حتى غلطه اغلاط كامل ما يكون فرضت وجودك شو كي كدير فيها كتفكر ولا كتقول حاضر اسمع شو كي كدير فيها سكينه هي ما يتهضر معك انعم لالا ما سمعتيش واش قلت لك ايه سمعتك قلتي غدوه كيجو حباباتي ما نحب حتى غلطه مفهوم اسمحي لي بزاف يا اختي كي ولات كتهضر معاه اختي ولات الاسد اللي فيك واش بيها سكينه بصح الروز ماركه 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 مازال فايقه أطفئ وغتنعس غتخرج الأسد اللي بداخلها ثقتك بنفسك هي أولى خطوات بناء الشخصية القوية الناجحة والمتمردة ولا ما بقاش كتحطي فيك فكر دائما أنت هذه الوالدة فاش دخلت على تيك توك ويلي تسكتك في المشاكل ويلي دخلت على تيك توك وليت كتقول لها جيت شوف هذا كيمشي على رجل وحدة هذا عنده غايد جيت شوف هذا شو هذا شو هذا عنده جوج رجلين مسكين هذاك مشى على اربعه ديال الرجلي تيك توك عالم اخر صح الرب العالي الوالد خاصك ترياك تاعك خاصك تصيفط لي تصيفط لي فيديو ما شفتيش داك الفيديو اللي صيفط لك قوتي انا باش تشوف داك الفيديو قوتي انا باش ما درتيش فيه وشفتي داك الفيديو اللي صيفط لك برسيال كتولي دير لك سؤال فجائي امتحان فجائي ديالك كتحط واحد عنده عين هنايا المسيح المجاني نيبا نيبا اللي في دراغون بول هي الناجحة والمتمردة نعم المتمردة بغيت تمرد عليهم بالخدمة الأسد كنت كنت عندها مشعبشة خطت لي فيك يكدي رامي بن سبين أنت الأسد أنت الأسد ولي 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 فاق فاق على الأسد سكينة شخص بول تخدم على كرة الأسد اللي ما بغاتش تشفى سكينة ناسات مزال ناس أنا عم لالا خويتكم تحلوك يخرجوا خرجوا بالقرينات تاني ما فطنتيش وش خداك كل ما نحوس عليك ما تصيبكش راسك كامل ما روش في خدمتك هاد اليامات هادي الخطأ اللي خلا فهمتيني كي تجيك الفرصة ما تخليهاش تروح لازم تغتنمها وتزهر نقول لك حاجة يا نضرب روحي بالزاجة حبيت نقول لك لالا سمحي لي بزاف ومتأسفة وإن شاء الله ما نكررهاش مرة أخرى كشي ما حبيت نعاونك خليها تهبدك نقول لك حاجة معلوم وأنا علاش عيط لك عاوني نمشي الغربة حاضر لالا عيط جرب عيط تلا على شعرك هادي خلاص عاد كترى ما تفكرت شي حاجة نتفاتى هادي مازال واش خصني واش لاتاي وي شاف انا راك تحوس على لاتاي هاد الخدمه فيها لومبيونس عجبتني كاين الحركه ياه خدمه حركيه ولكن صعيبه ما كنعرفش انا نخدم الخدمه جالس هكا في تلقى النهار كامل عشاني كدور صعيب ولكن كتعجبو دابا هاد اكلي راه مسمسه ايوا اكلي حتى هو الشيف كبير اكلي غير كيعطيو راه هو اللي كيطيب شكون اللي كيتمشى له كيدير له المليحه كيدير له مليحه بحال الحدراف
واه شو ماشي الاخر كسكي يخمش بداك فري هو كيعطيهم المقادير تعليم ساعه وانا التعليم بحال غوارديول اللي جابوا مسيو سي محي الدين من افريك انا عليه اه راهو في المغازا محي الدين عمار روح جيبه عمار محي الدين عمار الحلو جيب لي معاك شويه لوزه لوز نورمال ولا ديفيلي 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 شاف انا هذه كتجيني كيوت هكا فهمتي ظريفه ظريفه محبوبه اه ودوده فهمتي ودوده ماشي بحال الاخرى مسموه مالو لا لا زينب كش مسحقيتي سكينه هي اللي راهي مسحقه ماشي انا التليفون هذاك ضيعها ولو كان ما نديرو والو يما راح تحوزها صح شفتي شحال تبدلت بعدها سكينه اللي كانت واقفه على خدمتها كل رجله عاد كاع ما على بالهاش هذا هذيك الكوتش اللي يتبع فيها كلات لها مخها كوتش مونطار والحل عقلتي انا كوتش مونطار اللي كان كيقول لك الفتاه خصك تمشي عندها تقصد هذه فيكتور ما تجيش موراها بحال الراجل الشمال داك الفيديو ديب ويب على واحد الفيديو ديال الراجل هذاك الفيديو قبل من يوتيوب هذاك ما تشوفوش داك الفيديو مازال محبب في الخزيه شنو نحطو هذاك واه اللي كاين عند خويا يا انا بال عند العالم دوسي خامس واحد البيرميده ديال الجي واقف في الحومه واحد الحاله لابس الخضر ريحه ديال المرقه فينا لابس الخضر وانا لابس الاورانج واقيله واحد الحاله حياه فوز كيفاش دوك الكورونا واقع سرقوا لها التليفون حتى تحطو قبل ضل هاك لاصق فيه لازم نقصوا لها الانترنت بلا فكره شابه شاف باكالوري دوك نروح نبدل الكود تاع الواي فاي سمعت لا زينب ندير لك ديسير ما تنساهش طول حياتك بدل الموضه يعطيك الصحه شاف سكينه شكي ولات دايره راسها ما مهليهاش تخزر فيا هكا سمسه الهماله ولا زينب واش حقت والو يا زينه كبل من بلاتها كوني قوية أنت امرأة بألف رجل يا أيتها الأسدة كتشد الويفي ما بغاش يشد سكينة مس الخير كش ما تحتاجي جيبك ربي المنور نحتاج تهبط اللمبة من عيني أها أعطيني التليفون وين التليفون التليفون تاعك سكاني الكود ما عندي ما نخبي هذا الشيء مازلنا ما تزوجناش راك تخربيني في التليفون ما عندكش شويه انترنت وانت ما عندكش لو كان جا عندي نجي نسقسيك وتحتاجي هذوك خلاص غدوه نشارجي لك كي دارت له ممثله خطيره زعما شحال تغير هذا الشيء ما لقيت والو شحال صغير هذو ما تفهمهمش يا اخي حاله ما قالهاش يا اخي حاله يا اخي بس قلب على الكود الويف الحل يمكن ندير كنفكر شحال هادي فاش الوالد هو اللي كان كيخلص الكود كيخلص لي كتدفع لي كود ماشي كتطلع له فراس كتكون مازال صغير كتقطل على فراس كيفيق مع في الليل كيلقى مازال فاح الوالد كان كيبيس حدا الروتو كيدير فيك هاد كيهز كام دابا ما يقدرش يهضر بالفاكس ديالو كيهز دابا ما يقدرش حتى دابا ديك النقل نطعتونا فراسنا ما كتنعسم والو انا مدي ديال مون دخل لدار قلت له غادي غادي كاين الكادرام ديال الكونيكس كاين الكادجي انت صحيين تيك توك يحلم ورا 12 الليل خاص اللايفات اجوري هكذا معاناة سكينة مع الويف مشاكل هذا الاسد مازال ما بغى يخرج شكون ادخل اسمح لي بزاف سي الحلو سكينة واش راكي دوري عمي خلى لك حمار الليل ديالو ما نصيبش عندك شويه انترنت تاع الدار ما عادتش تمشي ما معنى الويفي ماشي يمشي لي كي ندخل لي يخرج لي مود باس غلط تحبي نبارطاجي الكاجي ادخلي تشوفي روحي للمود باس هو عطاه شي مود باس في شكل غرغوطا غارونتينو ايطاليانو غرغوطا حتى لتسعه ويا لكوت شاليما سي بون سبات هضريه يعطيك الصحه سي الحلو كارانتينو ما تبعديش بركه باش ما تكوباش كي تعرفي البارطاج تبقى واقفه غير مور الباب يا مسكينه معذبه معاك عادات معكوني اسد يمكنك خوض مغامرات فتح مستقبل جديد كتقطع لها
ضع نفسك في المقدمة دائما وأبدا. مرضاس بهذا الكوتش مونتا، مرضاس بيه. المرحلة الأخيرة باش تخرج الأسد اللي فيك. شوفين جلسات بحال يتيم. إذا لحقت لهذا الفيديو نهنئك لأنك خلاص راك واجد. صافي سير راك واجد باش توري الناس شكون أنت، واجد باش تخرج على خدمتك. واجد يعني إذا يقبلوك ولا يرفضوك، ما العلم أنهم راح يقبلوك، راح يقبلوك والمستقبل راح يكون بيديك. كتاب إطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما بانش هاد الحلقة شال الثلاجة ليش كامل وانت الدور. انت اش كديري في تالي الليل يا أنيس؟ ناس سكينة على حالة. سكينة شي على حالة. سكينة خلعتيني. خلعتيني واش كديري هنا؟ واش راني ندير انا هاني قاعدة؟ شكي وليت كتهضر مع المعلم؟ جيتكم سهلة يا اللي جاي دخل روحو فيا. الله كيفاش طغات عليه؟ ولكن انت هادي وجهها غير ديالي طغى عليه، فهمتي؟ انا ما عنديش مع بنادم هكا ديكتاتور. ديكتاتور متفق هتلر كان كيعجبني وكذا، ولكن هذا ديكتاتوري بزاف. هادي ديكتاتورية هذا اسرع. اقول هذا ماشي اسرع، كل شيء جاي معاه مفهوم القضيه. مازلني على ديداني، مازال هي تقمعها. مازلني على ديداني كتغنيها شي وحده في عمرها 45 عام ولا 55 عام ومازال ما مزوجهاش وكتغني مازلني على ديداني، زعما مازال صغار. على ديداني مازال على فم السبعه. مازلني بخير عليا. بغيت نسمع صوتها بواحد الاغنيه. مازلني معاك نقاصي. هذه بغيت نسمعها بصوتها. مين هي اللي تخرج الاسد عليه؟ مازلني بقدري شريف شكون قلطاتي. مازلني على ديداني مازلني بخير عليا. مازلني بقدري. ولي 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 السبع الاسد الاسد جاية. اوه المرأة القوية. سكينة. ايه سكينة اخا ما عرفتونيش؟ راكي شابة يا لالا. سي نورمال عدت تشوفوني شابة. سكينة اللي كنتو تحكموا فيها خلاص راحت ماتت. يا صافي خلاص خرجت الأسد اللي راهو داخلي. أسد ومن الفوق يعود هو اللي يتعامل معاكم. بديع صبي لي قهوة فيها الزوج سكر. سكينة روحي شوفي شغلكم بعد ما هضروا. ما عندي ما نهضر معاك. يا لا 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 ولا 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 سكينة موديك شارك تيرينا خرجت النمل اللي كان من المفروض إني نديره من زمان. ولا 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 أنا ننصحك غير خرج الأسد اللي راهو داخلك. لا صحيت لا زهور حنا يلزم نروحو اختي. ولي 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 بلاجرات على الصحابات بثلاثة مع حبيباتي. لا 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 حبيباتي قعدوا دقيقة ونقعدوا مع سكينة. شوف يحصل لك الشرف انك تقعدي معايا. كي عاد هكذا زبيدة زبيدة يلا زبيدة. لا زبيدة لا خانو زبيدة خانو أسيلة أسيلة كان خانوها فرميجة هاني فرميجة شكون خان ولي ولي غتخنقها داك الاسد اللي فيك غيتعشب سيلفا. كيما راكي عرفتي قشك وما نسيتش نشوفك في هاد الدار. مدام لالا وين مدام لالا زهور؟ هاي حبت تهبل هاد اليامات نهار كامل ويا لاصقه في هذاك التليفون ومخليه شغلها وما قلت والو. تلحق وين تبهدلني مع ضيافي وخرجي عليا. انا اصلا كنت ناويه نروح. باي بدي عجيبي لي حوايجي. يا طقطقات للمرار حمقتها هاد الاسد. راه كيفاش غير دابا بعد غيتفكر بان راه صح حمار غيخصو يجي يخدم. غتفكر بان الحزقه جايه الميزيريه. اسوني تغني داك انا الميزيريه بكاتني الميزيريه عذباتني اللي بحال الاكل بلاتي اكل سوري اكل يقول لك الميزيريه كي داير اكل مسكين الحيان طلع اكل اكل الحيان طلب فقط اكل راه مشي يخدم في الكركوطه الحيان طلب شكون كي شاف ما تلك ما تنسى ما بقاش امس الاسد ناس
الأسد اللي داخل هنات مات الأسد اللهم لا حس سكين بقى أسد بقى أسد مات الأسد أسد اللهم لا حس كتب كده ما تمسي حلافة دم الأسد كيف دم الأسد صافي الأسد اللي داخلها هرب هرب منها تتالي قرأتيها هكذا تديري لها قدام حبابتها بس الأسد هذا دالك ديقة هاي الأسد روحي أدري معها وطلبي مناسب الأسد الأسد ما هرب منها الأسد هرب منها فغارج لها الحبيب هرب بالحبيب والأسد قلت الأسد اللي فيها نم الأسد تقول الأسد هاي خذي راي روحي أدري معها وطلبي مناسبها هاك تعرفي مدام لالا زهر قلبها حنين وراح تسامحك مدام لالا زهر ظريف ايا تفكر كوني قوية كيش مبقى تهدرة مبقى عاد تقل سبع ماس اخلص حزني سكينة ما وش طفال التليفون مش شارج دي شارج التليفون مش الاسد مع التليفون مشارجة لا لا واخا هكا بلاصتها كبيرة بالرجول ما خصناش منطقي واخا اسف سكينة خلاص رانا هدرنا مع مدام ليلى زهر وقالت لك طيب تقعدي معانا سكمي روحك تيا شوية برك بعد الشي اللي درته ما نتجرأش نوقف قدام ليلى زهر سي 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 تتجرأي ولا باس هيا سكينة هالي سي مالو كيغ لو كان تروحي سكينة اسكت فرنسي سي مالو كيغ خلاص تقضي فرنسي ديالك يلا عليك مدام لالا زهر ظريف الله يلا غزال هاد مدام لالا زهر ظريف مراس العز تلقاو شي باترون دابا هادي لقات باترونه ظريفه حنينه حنا لقات باترونه ظريفه كتعاملها مزيان بغا تخرج الاسد اللي فيها تخرج الاسد اللي فيه تفرج منه ويلي رمي التليفون رمي امو هاد الانف الريتم غير يخرج عليك صافي صافي سي التليفون هو سبب المشاكل الدراري زيد هو يلقاه الباش خرج الاسد اللي فيه هو مازال جديد لازم تكون واثق من نفسك واثق انك انت الاسد هذا دغيا خرج عيني انا الاسد هذا دغيا خرج عيني غير يطلع يضربهم انا في الرياكسيون السبوع خرج انا غيطلع يصلحو يصير فقد حمالي انا الاسد انا السبع انت الاسد شرما ارمص حمانس فقد حمانس انت الاسد شمن وانا شمن انت الاسد اول صرف فقد حمانس ولي ولي غادي عند الحمانس هاي خرجت له الغلايضه في جنبه ولي ولي كي دار له طيح الدنفيل اللي فيه غير ضرب الحمانس بسقله تيا الفم ديال النمر سقر عليه الفم ديال النمر انت الاسد هاد اللي لا خرج الاسد اللي فيه في القهوه السربايه محطنا شي نص ساعه خد حلقه تفرجنا يا دش بعنا ضحك فيها الشباب هادشي اللي كاين ما تخيناش الدراري ولكن راه انتو تفرجوا الاسد اللي فينا ادمك راسكم تهلاو